عون أمام السلك القنصلي، على الجميع احترام قرارات الهيئات القضائية. اثنين مختلفين برأس السلطة يروحوا على القضاء. روحاني ينوه أمام بري بالوضع اللبناني الهادئ. يسرنا أن هذا العام المتوفر في لبنان وكذلك الأطفال كبار المسلمين في لبنان. مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بحضور حاخامات معارضة. كل احتلال إلى زوال إن عاجلا أو آجلا. الجولاني يدعو الفصائل السورية إلى توحيد الصفوف لمواجهة الجيش في أدلب. فلننزل إلى الميدان مجددا يدا واحدة وصفا متراصة ونحن نبسط أيدينا للجميع. أهلا بكم. جدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون موقفه بشأن أزمة مرسوم منح الأقدمية في كلمته أمام السلك القنصلي الذي زاره اليوم للتهنئة بالسنة الجديدة. فأكد عون أن الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء، مستغربا اتخاذ الخلاف على المرسوم الطابع السلبي. فما يتابع الإعلام اليوم يظن أن الأمور مشتعلة وهي ليست كذلك، لافتا إلى أن الاحتكام إلى الهيئات القضائية يعطي الثقة بالمؤسسات التي على الجميع من رأس الهرم حتى القاعدة احترام قراراتها. وقال رئيس الجمهورية: سنتخطى هذا الأمر ونأمل من الجميع أن يدرك هذه الرسالة بكافة معانيها، فلبنان وطن قانون وقضاء، ونحن بدأنا فورا بالتشكيلات القضائية والأمنية للتأكيد أن الأمن والقضاء هما الأساس الذي عليه يبنى كل شيء. في طهران التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نوه بالوضع اللبناني الهادئ آملا في بقائه على هذا النحو. أما في القاهرة فلقاء جمع الرئيس أمين الجميل برئيس الوزراء المصري سامح شكري الذي شدد على ضرورة نأي كافة الأطراف اللبنانية عن الصراعات الإقليمية حفاظا على أمن وسلامة لبنان. إذن في نشاط بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل ظهر اليوم أعضاء السلك القنصلي في لبنان الذين قدموا له التهنئة بحلول السنة الجديدة. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والأمين العام للوزارة السفير هانش مايطلي. وجدد الرئيس عون أمام الوفد موقفه حول أزمة مرسوم منح أقدمية لضباط دورة العام 94، مؤكدا أن الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء. بالمناسبة اليوم صار في اختلاف بفهم لموضوع قضائي. اللي بيقرا الصحف اليوم بيفتكر انه البلاد شعلانه. لا، ما انا شعلانه ابدا. نحن قلنا من اول ما صار هالسوء التفاهم حول تفسير القوانين قلنا تفضلوا لنروح على القضاء، هو اللي بيفصل بيناتنا. ويمكن افضل مثل نعطيه لشعبنا إنه اثنين مختلفين برأس السلطة يروحوا على القضاء. ما بعرف ليه أخذت الطابع السلبي وصارت بالصحف على إنه خلاف. اليوم بلش معارك البوكس والاشتعال وكنا نزلنا على الشارع عم نحرق دواليب. لا يا عمي، نحن عم نعطي أشرف مثل للشعب اللبناني انه مؤسساتنا صار عندها حصانه وصارت تعطي احكام لكل الناس ابتداء من راس الحكم. بقى هيدي نقطه كثير مهمه انه نكون نموذج لشعبنا، لان لشو عم نعمل قضاء ونعطيه حصانه ومنكلفه مؤسسات، وخاصة مش من امبارح عم بتفسر القوانين، قطعت 100 سنة. بقى هيدي بنتخطاها
وإن شاء الله الكل يفهموا هالرسالة بكل معانيها، لأن نحن بلد قانون، نحن بلد قضاء، وبلشنا فورا بإعادة تنظيم بتشكيلات هو والمؤسسات الأمنية. الأمن والقضاء هن أساس لنبني عليهم كل شيء. إذا ما في قضاء وما في أمن بالبلد ما في شيء يزدهر، ما في شيء ينوجد. أكيد مشاكل الحكم ما رح أقول نحن شورتنا، ولكن بكرة بتشوف شو رح نترك ورانا. في طهران، رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أكد أن الوضع في لبنان يطمئن. توج رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته طهران بلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة، وتناول الاجتماع مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمات التعاون الإسلامي والعلاقات اللبنانية الإيرانية والهم العربي والإسلامي في هذه المرحلة. وأشاد روحاني خلال اللقاء بدور رئيس بري قائلا: إن دوركم هو موضع تقدير واحترام. وأضاف: إننا نعتز بالعلاقات المتينة التي تربطنا مع لبنان والدور الذي تلعبونه في هذا الإطار، ونحن على ثقة بأن لبنان سيشهد مزيدا من الاستقرار والازدهار. أما بري فأشار إثر اللقاء إلى أن الرئيس روحاني نوه بالوضع الهائن والمطمئن في لبنان وأعرب عن أمله في بقائه كذلك. هذا وقال بري: طبعا هناك هم كبير يتعلق بالشأن العربي والإسلامي جرى التطرق إليه. كان رئيس مجلس النواب قد التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وجرى التطرق إلى الأوضاع وتطورات الراهنة في المنطقة وأعمال اتحاد برلمانات منظمة المؤتمر الإسلامي. من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع للجان المشتركة يعقد عند 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 23 من كانون الثاني الحالي، وذلك لدرس مشاريع وقت الأحاط مجموعة من القوانين التي تتعلق باتفاقيات عربية وإيطالية واستثمارية، إضافة إلى مشاريع تتعلق بتنظيم مزاولة المهن البصرية ومهنة تقويم النطق وغيرها من مشاريع القوانين المرتبطة بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة. من مصر، حذر الرئيس أمين الجميل عشية الانتخابات النيابية مما أسماه صرف النفوذ الزبائني، وسن قوانين غب الطلب الانتخابي لاستدراج الناخبين واستمالتهم لما يشكله هذا الأداء من قرينة لتزوير الانتخابات. وعقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر التحرير، حيث تناول البحث التطورات في المنطقة ولا سيما القرار الأمريكي بشأن القدس، دعا الجميل إلى تصحيح سياسة النأي بالنفس وتحريرها من الالتباس والغموض وتطويرها إلى حياد إيجابي بناء يحفظ الاستقرار ويحمي علاقات لبنان مع الخارج. كما دعا إلى العمل على إعادة التوازن الداخلي الكفيل بحوار بناء ومتكافئ بين جميع المكونات. شكري أكد من جهته دعم مصر وحدة لبنان واستقراره في جميع المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لدعم لبنان، مشددا على ضرورة نأي كافة الأطراف بلبنان عن الصراعات الإقليمية حفاظا على أمنه وسلامته. في أول تسجيل صوتي له منذ أعلان روسيا إصابته بغارة في تشرين الأول الماضي، عرض أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام المصالحة الشاملة على فصائل المعارضة السورية المسلحة، ودعاها إلى رص الصفوف للتصدي للجيش السوري في إدلب شمال غرب البلاد. وكان الجولاني قد تزعم جبهة فتح الشام النصرة سابقا قبل أن ينضوي هذا التنظيم مع تنظيمات مسلحة أخرى في ائتلاف حمل اسم هيئة تحرير للشام، وتولى الجولاني لاحقا قيادته العامة. 100 يوم ونحن نخوض معركة من أشد المعارك على كامل الصعد، كبدنا فيها النظام المجرم خسائر فادحة بلغت قرابة 1000 قتيل، ودمرت عشرات الآليات والمجنزرات، كما أسقطت 2 طائرتين لسلاحه الجوي. ترافق ذلك مع تكتيم إعلامي ورضا إقليمي، وقد أثبتت لنا المعركة الأخيرة أن هناك خطوطا جغرافية حمراء تمنع بعض الفصائل من تجاوز خطوط الاتفاق، وهذا ما لمسناه وعايناه.
ورغم ذلك توددنا للجميع وألنا لهم الجانب رغبة برص صفنا وصد عدونا. فلننزل إلى الميدان مجددا يدا واحدة وصفا متراصة، ونحن نبسط أيدينا للجميع ولن نكون عائقا أمام أحد، مستعدون لتسوية كل شيء طالما انطلقنا من الداخل بعيدا عن المشاريع والأجندات الخارجية، ومستعدون لأي شيء يصب في مصلحة الساحة وبما ينطلق من واقعنا ومعاناتنا ومن شريعتنا وديننا. ذكرت وسائل أعلام تركية أن الجيش التركي نشر في خلال الساعات الماضية جنودا من القوات الخاصة على الحدود التركية مع سوريا المتاخمة لمدينة عفرين السورية والتي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لما قيل إنها عملية عسكرية تركية وشيكة ضد الوحدات الكردية في المدينة. في المقابل دعا حزب الاتحاد الديمقراطي وهو الحزب الكردي السوري الرئيس، دعا قوى العالم إلى إيقاف القصف التركي لمنطقة عفرين بشمال سوريا والتي يقطنها أكثر من 1,000,000 شخص، وطالب الحزب في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون منطقة شمال سوريا بغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة. وأكد البيان أن عفرين لن تكون وحدها، وأن كل مدن وقرى روج آفا وشمال وشرق سوريا على أهبة الاستعداد للوقوف صفا واحدا في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة. بعد الإعلان كسوة الشتاء لفقراء طرابلس. أهلا بكم من جديد. بعد عملية رصد ومتابعة تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوريين عدنان راء وأحمد باء في بلدة عرسال بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والتواصل مع المجموعات الإرهابية، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات وفق ما أفادت الوكالة الوطنية. قضائيا، ردت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان الدفوع الشكلية المقدمة من الدكتور نادر صعب في قضية فرح القصاب، وأحالته للمحاكمة أمام قاضي التحقيق في 22 من كانون الثاني الجاري. ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السرايا الحكومية وعلى جدول أعماله 71 بندا مختلفا، من بينها مجموعة من الملفات الجارية معالجتها. وعلم أن الجلسة ستناقش في بندها 24 مشروع قانون معجلا يرمي إلى تعديل بعض المهن الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية الرقم 44. وقد أثار هذا البند علامات استفهام عدة. وأشارت صحيفة الجمهورية إلى أن مشروع القانون المعجل المقدم من الوزير جبران باسيل يلحظ التمديد لاقتراع المغتربين، فهل يكون هذا المشروع مشكلا جديدا يضاف إلى أزمة المرسوم؟ هذا وتناقش جلسة مجلس الوزراء طلب وزارة الداخلية تأمين موظفين في هيئة الإشراف على الانتخابات لمساعدتها في عملها في وزارة الداخلية، وطلب وزير الخارجية إنشاء عدد من القنصليات في عواصم ومدن مختلفة، وطلب وزارة الدفاع لجنة خاصة مهمتها التحضير لمؤتمر روما 2. وعلم أن جدول الأعمال سيعالج مطالب وزير الزراعة غازي زعيتر دفعة واحدة بعدما انسحب من جلسة الأسبوع الماضي اعتراضا على عدم إدراج بنود لوزارته على جدول الأعمال، ومنها ما يتصل بصرف مجموعة مليارات وتعيينات. انتقد النائب السابق كريم الراسي من يروجون الشائعات ويدعون أن تعبيد الطرقات في محافظة عكار هو بهدف الاستثمار الانتخابي. كلام الراسي جاء في خلال استقباله في منزله ببلدة الشيخ طابة في عكار وفودا شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير تمنوا عليه إيصال صوتهم إلى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي ورئيس الحكومة سعد الحريري من أجل رفع موازنة عكار في وزارة الأشغال كي تصل إلى 40 مليارا. يقولوا أنه هذا زفت انتخابي، هذا زفت، لو في انتخابات ولا لو ما في انتخابات، أنا عم بعمل كل جهدي كرمال ضميري وكرمال أبناء بلدي وهذا واجب علي. ولا يوم من الأيام بتمنى أنه ينقال أنه كرمال لأنه زفت مع طريق بيتنا أو كرمال لأنه زفت مع ضيعتنا أو بلديتنا نحن رح ننتخب كريم الراسي.
في اشياء اكبر من هيك تجمعنا، تجمعنا وطنيه، يجمعنا تاريخ مثل ما انتم بتعرفوا من ايام بيي ومن ايام جدي، وهذا التاريخ انتم حافظتوا عليه، انتم ابناء عكار يلي ما في بيت بعكار ما عنده شهيد بالجيش اللبناني او ما عنده تضحيه للبنان بالجيش اللبناني، بكل الحرمان اللي عايشينه نحن بعكار نحن عم نضحي كرمال لبنان. كسوة الشتاء لفتة إنسانية في طرابلس تخفف معاناة الأسر الفقيرة. تحت شعار ويستمر عمل الخير، نظمت ناشطات اجتماعيات في طرابلس حملة كسوة الشتاء التي طالت عددا كبيرا من الأطفال والأسر الفقيرة في المناطق الشعبية والأسواق الداخلية في المدينة، حيث عملنا على جمع الألبسة الشتوية من مختلف الأعمار وقمنا بتوضيبها وتوزيعها على المحتاجين. تحت شعار عمل الخير لا ينقطع قمنا بمبادرة فردية وبجهد شخصي بجمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والسوريين. بهذه المناسبة أود أن أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع. وأكدت منسقة الحملة أن عمل الخير لن يتوقف طالما أن مجتمعاتنا تعاني العجز المالي والاقتصادي. بعد الإعلان، أمريكا تحجب مساعدات الأونروا. أهلا بكم من جديد. انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس في القاهرة للبحث في طرق مواجهة القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة العدو. انطلقت في العاصمة المصرية فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بمشاركة أكثر من 80 دولة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبرئاسة شيخ الأزهر المفتي أحمد الطيب. ويضم المؤتمر نخبة من المهتمين بقضية المسجد الأقصى والقدس وكل محبي السلام من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عدد من الحاخامات اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية والأمريكية بشأن المدينة التاريخية المقدسة. ويهدف المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين إلى البحث في آليات عملية وأساليب جديدة تنتصر لكرامة الفلسطينيين وحماية أرضهم وتحفظ هوية المقدسات الدينية، ضمن خطوات تصعيدية للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة. وفي الجلسة الافتتاحية اعتبر شيخ الأزهر المفتي أحمد الطيب أن كل احتلال إلى زوال إن عاجلا أو آجلا، وأنه إن بدا اليوم وكأنه أمر مستحيل إلا أن الأيام دول وعاقبة الغاصب معروفة ونهاية الظالم وإن طال انتظارها معلومة ومؤكدة. واسألوا حملات الفرنجة التي يسميها الغرب بالصليبية، اسألوا هذه الحملات والتي طاب لها المقام في فلسطين 200 عام، واسألوا الدول التي طالما تباهت بأن الشمس لا تغرب عن مستعمراتها. من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين لن تتوقف عن الكفاح حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدودها الكاملة على حدود 67. يأتي الرئيس ترامب ليغير كل هذا. ما هذه الدولة التي لا تحترم قراراتها؟ إذا كانت كلما جاءت أمة لعنت أختها، وكلما جاءت إدارة لعنت سابقتها، كيف نثق بهذه الإدارة؟ كيف نثق بهذه الدولة العظمى لكي تحكم بيننا وبين الإسرائيليين؟ لن نثق بها ولن نقبل بها حكما. فكيف قبلت الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها هذا الموقف الغريب الذي ناقض كل سياساتها ونسف كل مواقفها السابقة وهز صورتها كدولة عظمى يفترض فيها أن تلتزم بتعهداتها؟ وشارك في المؤتمر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أكد أن خصوصية القدس تتمثل في وجود مقدسات لسائر الأديان فيها،
واعتبر داريان مخاطبا الحضور أننا مسؤولون قبل الآخرين عما يجري في القدس وللقدس. وكان لافتا حضور حاخامات يهودية معارضة لإسرائيل، إذ قال الحاخام يسرول دوفيد ويس من حركة ناتوري كارتا الدولية اليهودية أن اليهود الأصليين لم يعترفوا أبدا بوجود إسرائيل ولا بالقدس عاصمة لها، مضيفا أن الصهيونية هي الحركة التي خلقت دولة إسرائيل وهي عكس الاعتقاد اليهودي التقليدي، مضيفا أن اليهودية هي الخضوع لله في حين أن الصهيونية هي التحول الكلي إلى القومية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية حجب الولايات المتحدة نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الأونروا. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة إن تجميد هذه المساعدات لا يهدف إلى معاقبة أحد، لكنه يرجع إلى رغبة أمريكية في إجراء إصلاحات تطال الوكالة. وكان مسؤول أمريكي أعلن في وقت سابق أن واشنطن قررت منح وكالة الأونروا 60 مليون دولار، لكنها ستجمد مبلغ 65 مليون دولار من المساعدات للنظر فيها مستقبلا. ويأتي قرار التجميد ترجمة لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي غرد في الثاني من الجاري بأن واشنطن تمنح الفلسطينيين 100 مليون دولار سنويا دون أن يردوا لها الجميل، مشترطا لمواصلة التمويل الأمريكي للأونروا موافقة الفلسطينيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام. وفي الردود على الخطوة الأمريكية تجاه الأونروا انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية القرار، وأكدت أن هذه الإدارة الأمريكية ماضية في شطب حقوق الشعب الفلسطيني. هذا هو الأمر الأساسي التي تطلع إليه الإدارة الأمريكية. أولا فيما يسمى صفقة القرن هي تأتي في سياق شطب الحقوق الفلسطينية. أعلن الرئيس ترامب عن القدس عاصمة الاحتلال وهو لا يملك هذا الحق، وخارج إطار كل قرارات شرعية دولية وقانون دولي في محاولة شطب القدس أن تكون عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وستبقى هذه القدس هي العاصمة لدولة فلسطين. الأمر الثاني هو يحاول عن طريق قطع أموال المساعدات على الأونروا والضغوطات التي تجري في محاولة شطب حق العرب. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن كوريا الشمالية تدفع في اتجاه الحرب إن لم تجنح إلى المفاوضات. تصريح رئيس الدبلوماسية الأمريكية جاء ردا على سؤال طرح عقب الاجتماع الوزاري في فانكوفر بشأن بيونغ يانغ، وقال تيلرسون علينا جميعا أن ننظر إلى الوضع الراهن بشكل واضح وجلي. كوريا الشمالية تواصل إحراز تقدم كبير في الأسلحة النووية في القوة المميتة لهذا السلاح، كما ظهر ذلك في التجربة النووية الحرارية الأخيرة والتقدم المتواصل للصواريخ الباليستية. يجب أن نقر بأن هذا التهديد يزداد، وإذا لم يختر الكوريون الشماليون طريق التواصل والمناقشات والمفاوضات فهم بأنفسهم يستفزون الخيار العسكري. في المقابل امتنع تيلرسون عن الإجابة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية محدودة لبيونغ يانغ قائلا لن أعلق على قضايا لم يتم البت فيها بعد. كان في هذه النشرة عون أمام السلك القنصلي، على الجميع احترام قرارات الهيئات القضائية. اثنين مختلفين برأس السلطة يروحوا على القضاء. روحاني ينوه أمام بري بالوضع اللبناني الهادئ. يسرنا أن هذا الشعب المتوفر في لبنان وكذلك الأطفال المتوفر في المسلمين في لبنان. مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بحضور حاخامات معارضة. كل احتلال إلى زوال إن عاجلا أو آجلا. الفلاني يدعو الفصائل السورية إلى توحيد الصفوف لمواجهة الجيش في إدلب. فلننزل إلى الميدان مجددا يدا واحدة وصفا متراصة ونحن نبسط أيدينا للجميع. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.